في تحدي سينما السيارات. انت كنت الافضل، مبروك. شوف شربل، هذه اول مره حتقيم فيها زملائك، نحتاج تكون واضح وصريح وتدي من قلبك بامانه. خلينا نبدا بتقييم طبق الشيف باتريك. شيف باتريك، اول شيء بدي هنيك على هالفرنش توست. بس سمعت انه عامل فرنش توست صرت عم بحلل كيف بدي اكلها، فاجأتني كيف قدمتها. الاكله التايلاندي بيبقى مولع نار وفيها السكر وفيها شطه. انا مبسوط بالطبق، بس كنت ممكن تحط شويه ليمون جراس. شيف نسيم، كل اسبوع تثبت اكثر ان نكهاتك مره راقيه. كيف انسان قد كده يقدر يخلي البونلس تشيكن وينجز راقي؟ شيف نجلة، انا كثير مبسوط بالتقدم اللي عملتيه. صعب للشيف انه على اسبوعين ما يعمل منيح ويرجع هيك بقوه. شيف اسامه، شيف تركان، شيف حسام، شيف بلال في تحدي سينما السيارات، انتوا كنتوا الاضعف. خلينا نبدا بالتقييم طبق الشيف اسامه. شيف اسامه، انا اليوم بس سمعت انه انت عملنا النيوكي، انا كثير انبسطت لانه كنت متوقع يوصلنا بول سخنه تدف القلب كانك قاعد على الكاوتش عندك عم تحضر تي في. وصل صحن ما فيه ابدا ترتيب، صرت نبش على شيء يعجبني. طبق النيوكي اللي قدمت لنا اياه منه طبق نيوكي. صراحة شيف مانيش فرحان بالشيء اللي قدم فيه في الأسبوعين اللي فاتوا، حاسس روحي مانيش أنا قاعد أطبخ. طيب شو ناطر؟ أنت بدك تطبخ؟ مانيش عارف ليش مقدم أطبخها زي هيك. مين بده يعرف؟ شيف تركان، كان في مرة مجهود في طبقك، بس أنت كنت حاطة أناناس محروق بالعنية؟ ما كانت عملانية لواحد يقعد بالسيارة وياكل أكل لموفي، غير إنه البيان اللي عملها ما فيها خضرة، ما فيها بصل، ما فيها ثوم، ليش صار معك هيك اليوم؟ ما اشتغلتش البيان قبل كده أبداً. شيف بلال، طبقك صراحة فيه شغل، بس كل شيء ناقصه ملح. مجرد ما ملحت منيح، هذا الشيء ضيع لك كل طبقك. بتحدي أطباق خاصة بسينما السيارات، كان مفروض أطباقكم تاخدنا على بلدان كتيرة، بس مع الأسف كنتوا بعيد عن نكهات هالبلدان وجمالها. شيف أسامة، مش عطول الحق عالتليان إذا ما عرفت تعمل طبق النيوكي. شيف تركان، بطبق التاكو اللي قدمتيه سحر النكهات المكسيكية ما كان موجود، والرحلة اللي وعدنا حالنا فيها انتهت بس دقنا الطبق. شيف حسام، كلمة بايايا يعني بقايا، وطبقك ما خبرنا حكاية بايايا. شيف بلال، واضح إنه طبخك الخليجي مش مارق من حد الخليج. شيف أسامة، سلم سكينك وامشي.